طبعا اليوم سبت واجازه ولمت عندي الحبايب، فحبيت اسوي لهم اكله مميزه، وحقول لكم ايش المكونات حقتها. بسم الله، مساكم الله بالخير. اليوم عندي ان شاء الله حسوي ديك رومي. عندي ديك رومي زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله كبير، وعندي بقدونس وجزر وطماطم وحبتين بصل كبيره. البهارات عندي ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، هذه عشان تدي له نكهه، وعندي قشر برتقاله وقشر ليمونه. عندي زيت كمان، وعندي طماطم وبصل صغار وبطاطس، هذه لتزيين الديك. زي ما انتم شايفين عندي قصدير سويته زي الزبديه، علشان هذا ححط فيه زيت وحبخر الديك. اول خطوه اسويها اني هعمل بخور للديك، هدخن الديك عن طريق الفحم ولمده 10 دقائق واغطيه بمنشفه عشان ياخذ نكهه التدخين كده، المدخن يصير ديك مدخن. احط الزيت في قصير زي ما انتم شايفين كده، وهدخله جوه الديك علشان احط الفحم. زي ما انتم شايفين هغطيه مظبوط واقفله لمده 10 دقائق علشان يتبخر كويس. زي ما انتم شايفين بدأ الدخان. اقطع الخضار، الجزر، على الطماطم، على البصل، زي ما انتم شايفين تقطيع كده كبير. هذا اللي هذا مسكينة تغطى، زي ما انتم شايفين كان بردان دفينا شوي. اقطع البصل كمان نفس الطريقة، قطع كبار مو صغير، وحقطع البقدونس افرو بس مو كمان ناعم. كل الحاجات اللي قطعتها هحطها في زبدية واضيف لها البهارات والقشرة البرتقالة والليمون. قطعت الجزر والطماطم، حقطت على البصل والبقدونس، هذا اللي حدعك الديك بيه من جوا ومن برا، وكمان احطه تحته. زي ما انتم شايفين هذا تقطيع البقدونس شوية كبير. الحين الخلطة دي كلها هحط عليها الحاجات، احط البهارات وقشرة الليمون والبرتقال وشوية زيت، ولخبطهم مظبوط. زي ما انتم شايفين جميع الحاجات اللي قطعتها حطيت عليها البهارات وقشرة البرتقال والليمون والزيت. زي ما انتم شايفين هذا خيط متين نسميه دبارة، هذا مهم عشان حربط الديك به من برا بعد ما احشيه، علشان يسهل لي اني اشيل الديك. الديك عندي خلاص اخذ كفايته من البخور، هشيل الفحمة وهبدأ احشيه من جوا ادعكه. عندي اخذ الخلطة وادعك الديك من جوا من جميع النواحي ومن عند فخوده، ادعكه مظبوط. زي ما انتم شايفين دعكت الديك بالخلطة من جوا ومن برا، دحين هربطه وححطه في قدر جوة الفرن. اول شيء دخلت الخيط الدبارة من جوا وعملت هذه الربطة، وحلفه كمان مرة تانية. الحين يجي دور رجله، لازم امسكها في الربطة كمان. مسكين حزنت على الديك وترضيته. الحين هاخد اللفة من تحت تاني مرة. الحين هعمل اسوي الربطة تاني مرة عشان كمان اربط الاجنحة حقته عشان لا تتكسر. انتوا شايفين اخدت لفة كده على الجناح، وحروح على الجهة التانية عشان امسك الجناح التاني كمان معاه. ربطت الجناح التاني وهاخد لفة على ورا، وهذه يصير كمان اخر تربيطة خلاص. خلاص الحين هنا اجي اخذ اخر ربطه والفها مظبوط، هذه اللي اقدر بعد كده لما الديك يستوي. شايفين الربطه هذه لما يستوي حشيل الديك كده من القدر، لانه لا اقدر لا بملعقه ولا بشوكه اشيله. عندي قدر كبير زي ما انتم شايفين، فرشت حطيت له قصدير، وهحط الخلطه اللي عندي باقيه كلها في القدر، وهحط الديك على وجهه. هذه خلطة الديك، دحين لما احط الديك على وشه طبعا ساعة الاستواء النكهة كلها حتطلع في صدر الديك،
معينه كمان هو موجود جوة الخلطة. 400 لمدة نص ساعة، وبعدين اخلي لي ساعة ونص على 350 وبقى اشوفه. هذا الديك حطيته زي انتم شايفين على وشه، هحط له جاك موية حار عليه وادخله الفرن في البداية على 400 لمدة نص ساعة، وبعدين احط عليه الموية وادخل الفرن وارجع لكم ان شاء الله. هذه الحاجات عشان تزيين الديك، الطماطم والبصل حشويهم واعمل واكرملهم. البطاطس حسلقها بقشرها، وبعدين بعد ما تنسلق اقشرها واحط لها طماطم واقليها. عشان ادي البصل لون انه تكرمل، الطاوة لازم تكون عندي حارة ما فيها زيت في اول 5 دقائق، بعدين احط شوية زبدة. شايفين كيف البصل بدأ ياخذ اللون شوية شوية الاحمر؟ افضل اقلبه لغاية ما يديني لون الابيض. احط دحين شوية ملح عليه وشوية فلفل اسود وقطعة زبدة. لما حطيت الملح والفلفل الاسود وشوية الزبدة عشان الطاوة حارة، شافت اللي بخوف حركات بكل تبو نحركة دي. هنا البصل، البصل عندي ما شاء الله انشاوي، نفس الطريقة اسوي الطماطم زي نفس الطريقة. حطيت الطماطم ونفس الطريقة برضو اشويها. ما حط الزبدة الا بعد 5 دقائق. زي ما انتم شايفين الطماطم عندي كمان انشوت ما شاء الله تبارك الله، ومرة رهيبة. من الجهتين عندي لونها احمر زي ما انتم شايفين. الطماطم عندي ما شاء الله عمرت من الجهتين واكرملت بالطريقة دي. خلصت شو ما شاء الله الديك خلاص استوى. دحين هخرجه عشان احط له صوص وادخله الفرن تاني يتحمر. زي ما انتم شايفين عندي هنا طماطم حطيت عليها ملح وفلفل اسود، وحافظت عليها عصير ليمون عشان البطاطس. الطماطم والبصل والبطاطس هذه الاشياء اللي هحطها حوالين الديك ساعة التقديم. شايفين الديك ما شاء الله استوى. دحين هقلبه على الجهه الثانيه واعمل له صوص وادخله الفرن عشان يتحمر. طبعا الفكره اني احطه على جهه الصدر لانه النكهه كل الخلطه حقته دخلت يعني دخلت جوه كل. هحط عندي هنا ملعقه عسل، ملعقتين صويا صوص، وادهن الديك بيه وادخله الفرن. هدهن الديك بالصوص اللي سويته وحدخل الفرن. المويه حقت الديك المرقه حقته هعمل عليها صوص. ضفيت مرقه الديك ودحين هحط الدقيق والزبده وهعمل عليها الصوص. حطيت زبده شويه زيت، وهنا عندي 3 ملاعق دقيق علشان اسوي الصوص حق الديك. هقلب الدقيق لغاية بس لونه كده على احمر شوي، بعدين اضيف المرق حقت الديك. اضيف المرقة على الدقيق زي ما انتم شايفين حمر عندي خلاص، واسوي الصوص. زي ما انتم شايفين ما شاء الله هذا هو الصوص عندي جاهز في الديك والدقيق خلاص.